الكفار لما عجزوا أمام ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من معارضة القرآن والإتيان بمثله، لما عجزوا بدأوا الآن يعملون عمل المراوغ، يقولون مرة ساحر، مرة يقولون هذا كاهن، مرة يقولون هذا مجنون. ومن هذه الأساليب أساليب أهل الباطل وأساليب أهل المراوغة وأساليب أهل الضلال، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني الله سبحانه وتعالى يا محمد لم يلقى إلا أنت حتى يعطيه هذا القرآن. الوليد بن المغيرة كان في مكة من العظماء، وعروة بن مسعود الثقفي كان من العظماء. الله سبحانه وتعالى ما اختار إلا أنت، كان أنزل هذا القرآن على العظماء. وهذه الحادثة لم تحدث فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل حدثت مع موسى. ماذا قال له فرعون؟ قال لقومه: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ وحصلت مع طالوت لما قال لهم النبي: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فهؤلاء الناس دائما ينكرون فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا موجود في زماننا. تجد إنسانا عالما ويأتي إليه الناس يقول بعض هؤلاء أهل المراوغة: من أنت؟ الناس على كذا، وهؤلاء على كذا، وفلان المشهور على كذا، يريد أن ينقص من قيمة هذا العالم. ربنا قال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يعني هل أنت تستحق أن تكون في مكة مثلا يا أبا جهل من الكبراء؟ هل أنت تستحق أن تكون من أصحاب الأموال؟ أنت هل تستحق كذا؟ كما أن الله سبحانه وتعالى قسم بينكم هذه الحياة وفضل بعضكم على بعض وأعطى فلان، وهل هذا لولا أن الله جعله زعيما كان زعيما؟ لولا أن الله جعله غنيا فلان هل كان غنيا؟ كما أن الله سبحانه وتعالى قسم لأنه حكيم، قسم بحكمة وقسم بعلم سبحانه وتعالى، حكمة بالغة. كذلك قسم سبحانه وتعالى أن يكون هذا نبي، وأن يكون هذا ولي، وأن يكون هذا مجاهد، وأن يكون هذا قائد. فهذا قسم الله سبحانه وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فتجد هذا، تجد هذا ملكا، وهذا وزيرا، هذا مديرا، هذا أستاذا، وكلهم مرفوع ومرفوع عليه. الملك يحتاج إلى الذي يصنع الأحذية، لولا صاحب حذاء لمشى الملك حافيا. والمدير يحتاج إلى المعاونين، صح أنه أعلى منهم رتبة لكن هو يحتاج إليهم حتى يدير هذا العمل. والغني يحتاج إلى الفقير حتى يبني له وحتى يصنع له وحتى 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 إلى، وهو يعطيه المال على هذه الحاجة. فكما أن الغني مرفوع بماله، الفقير مثلا مرفوع بصنعته، وكما أن الملك مرفوع بسلطانه، كذلك الحاشية مرفوعة بحاجته إليهم حتى يعني يقضوا له حوائجهم، يقضوا له حوائجه، يتخذ بعضهم بعضا سخرية. هذه السين والخاء والراء هذه سخرة من الاستدلال. و فكل إنسان يكون إيه؟ وسخرها لكم، ذللها لكم. كل إنسان يحتاج إلى الآخر سخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. كل هذا القسم في الدنيا لا يدل على رضاء الله سبحانه وتعالى. الذي يدل على رضاء الله الإيمان، الذي هذه الرحمة في الدنيا الإيمان والعمل، وإلى ما يتبع ذلك يوصل إلى رحمة الله الجنة إلى أبد الأبد. فمن قسم الله
قال تعالى الإيمان والعمل الصالح هذا خير القسم، ومن قسم له معايش ولم يؤمن أو كان مؤمنا وفسق هذا القسم ناقص. أقسم يعني أكمل القسم أن يقسم الله سبحانه وتعالى العبد الإيمان مع التقوى، يؤمن هذا من التقوى، ومن التقوى أن يعمل، ومن التقوى أن يحترز ويتورع، وإلى حتى يبلغ يعني الإيمان من التقوى، وأعلى مراتب التقوى أن الإنسان يعني يراقب بواطنه من حتى من الأفكار السيئة، ويصون ظاهره من المحرمات وترك الواجبات.